معكم سابر الراويفي مدير أو رئيس هيئة مهرجان يوم الشهيد. هذه ذكرى 9 التي نعيد فيها إحياء هذه التظاهرة التي سوف نقدسها وإن لم تكن مقدسة من سنة 2020. أول حاجة حبيت نقدم أني الهيئة متاعي كلها هيئة مدنية متطوعة باش نعطيكم يعني بإيجاز الاختلاف السابق بين الدورات هيئة الشهيد، أن هذه الدورة تشاركية مع جمعيات، معناها نحن شكلنا شراكة مع مجتمع مدني، ودورنا هو كان إشراف وتنسيق بين هذه الجمعيات. عندنا يعني برنامجنا يتجزأ على 3 أقسام، ركز على الأنشطة الرياضية والثقافية والسياسية والاستثمارية. كل نشاط كلفنا به جمعية، على التظاهرة الرياضية كلفنا جمعية مضائف وجولان، التظاهرة الثقافية جمعية مبدعون، وندوة الاستثمار جمعية النهوض بالقطاع والاستثمار الفلاحي. احنا معناها كان دورنا هو جست اشراف وتسيير برنامجنا فقط. وكانت هذه الجمعيات الاستقلالية المالية، باش نحكيكم شوية على الدعم المالي يعني، خاطر هو يعني كان محل جدل انه الدعم يعني يكاد يكون يعني شبه دعم. مشكورين المس الجهوي لتوفير الدعم وبعض رجال الأعمال، هذا دعمنا أساسي من نشأة شكل. مستقبلي نحن نأمل أن يكون هذا مهرجان حقيقي ومهرجان دولي له موارده وله استقلالية كاملة على كل المنظمات والسلطات الحكومية. مطالبنا الأساسية هي كانت يعني سبب إحياء ذكرى يوم الشهيد هو المطالب التي قامت وبنيت عليها ثورة الكرامة، اللي هي الاستحقاقات، اللي هو الشغل، الكرامة والتنمية. نحن اليوم للعام 9 على التوالي ولم نلاحظ ولم نرى أي تطور. أرجو من هذا معناها المقطع الإعلامي أن نرى، ومن خلال هذه السنة أن تكون سنة فارقة في التعامل معنا بجدية. أولا حاجة كالقاسين أنه ولاية تتبع تونس وكمواطنين تونسيين، لا نريد التسويف مثل ما جرت من العادة. مطالبنا في الأساسية هي مطالب تنموية وتشغيل وكرامة.